نرمين اكيد وصلنا لفقرتنا الطبيه اللي دائما بننتظرها لحتى الدكتور الموجود معنا يجاوبنا على كل الاسئله والاستفسارات، يصحح لنا كثير من المعلومات الخاطئه كمان. واليوم رح نحكي اكيد انه الجهاز التنفسي اللي هو يعد طبعا من اهم الاجهزه في جسم الانسان، فهو المدخل الاول للجراثيم والميكروبات الضاره التي تسبب امراض خطيره تؤثر سلبا على صحه الانسان، من ابرزها نزلات البرد، طبعا التهاب الشعب الهوائية، وأبدا أيضا الالتهاب الرئوي والربو والسعال وغيرهم أكيد. صحيح فرح، اليوم مع اجتياح فيروس كورونا صحة البشرية في معظم دول العالم باتت الأنظار تتجه إلى فيروس كورونا المستجد والأعراض الناتجة عنه والقريبة إلى حد بعيد مما سبق ذكره، وهنا تبدأ مخاوف المرضى وخلطهم في الأعراض ما بين الأمراض الموسمية أو الاعتيادية وبين الأعراض الناتجة عن فيروس كورونا، وهو موضوعنا اليوم مع الدكتور حسام البردان رئيس شعبة الصدرية في مشفى المواساة وأيضا مدرس الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة دمشق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الصحة. صباح الخير دكتور، صباح الصحة والعافية لك ولبلدنا الغالي. إن شاء الله يا رب. دكتور، مثل ما حكينا بالمقدمة، اليوم كثير من الأمراض الصدرية اللي عم يتم الخلط بينها وبين الإصابة بهذا الفيروس. خلينا بالأول نتعرف على أبرز هاي الأمراض الصدرية والأعراض اللي ممكن تتشابه مع الكورونا. تمام. هلا بداية يعني نحن وجود هالكورونا هي يعني تقريبا هي الحديث الشاغل تبع كل شخص من الاشخاص. يفترض هذا الحديث ما ينسينا انه نحن في عندنا مجموعه كبيره من الامراض الصدريه اللي درسناها وتعلمناها وعم نعلمها. نعم. اللي عندنا نحن امراض الربو، امراض السي او بي دي او التهاب القصبات المزمن الناجم عن التدخين، في عندنا السعال باشكاله التحسسي، في عندنا التهاب الانف التحسسي، زوات الرئه. فنحن عندنا امراض صدريه كبيره. هلا الفكره بالخلط، طبعا نحن مبرر هذا الخلط عنا لانه اذا بنشوف الاعراض اللي يمكن كل العالم صار تعرفها ويمكن اكثر منا، انه هي الاعراض الكورونا اللي بانها هي السعال الجاف اللي هي الحراره العاليه، ضيق التنفس وارتفاع الحراره والوهن الجسم. هلا اذا بنشوف هاي الاعراض بنلاقيها هي بتتشابه مع جزء كثير من الامراض الصدريه، بتتقاطع، يعني ما في شيء عمليا انه واسم انه اذا عندي هذا العرض اذا انا معي فيروس كورونا. هو عمليا كورونا شو هو بالنهايه؟ هو عباره عن مرض انتاني فيروسي، ونحن معظم الامراض اللي مرقت علينا الانتانات والرشح والانفلونزا الجريب كلهم عباره عن امراض انتانيه، فلذلك الاعراض متقاطعه الى درجه كثير كبيره. الربو مثلا اذا بدنا نحكي بشكل عام، كيف انا ممكن انا الربو هو المرض اللي نحن حسب احصائياتنا يمكن بالبلد قد يكون بين 7 8 او بجوز باحسن احوال عندنا 10% من السكان بيعانوا من هذا المرض، فهو مرض نسبيا مرض شائع. وفي عندنا مرض التهاب الانف التحسسي. اذا بلشنا من فوق بالتهاب الانف التحسسي بهي الفتره، فنحن بفتره الربيع بشكل عام امراض التحسسي بنشوفها، فهو تقاطعت الفتره كمان اللي هي فتره شهر اذار ونيسان مع فتره الزهر وغبار الطلع. فكثير في عنا من الأشخاص اللي عم يعانوا من أعراض التعرض لغبار الطلع من الزهر، فبصير عنا أعراض السيلان الأنفي والحكة الأنف والعطاس وتدميع العيون. فهذه الأعراض يمكن ميالين نشوف هاي الأعراض، إنه ميالين نكون نحن قدام عرض له علاقة بالتحسس الأنفي، خاصة إنه المميز بهدول الأمراض إنه بيكون السيلان غزير ويكون السيلان بشكل مائي، وهدول الأشخاص ما بيشتكوا عادة من حرارة، ما بيكون عندهم حرارة وما بيكون عندهم تعب بالجسم. يعني عادة التحسس الأنفي بيعمل أعراض موضعة بالأنف أكثر ما أنه أنا بيعمل لي أعراض عامل بكل جسمي، وهدول الأشخاص عادة ما بيعدوا. لأنه نحن من ضمن القصص اللي بناخدها وقت بيجي لعنا مريض أنه في حدا مثلا كان في أحد الأسئلة الوبائية اللي احنا بنسألها انه انت اول شيء كنا نساله انه انت جاي من منطقه موبوءه او منطقه فيها انتشار للمرض، السؤال الثاني انه انت متعرض لشخص مريض خلال فتره، فنحن هدول الاشخاص يفترض عنده التهاب انف تحسسي، من المفترض انه هدول الاشخاص عنده اصابه لحاله، ما له عم يعدي المحيط اللي تبعه، سيلانه ما غزير، ما عنده تعب بجسمه، ما عنده وهن، واعراضه محدده بالانف. اذا بدنا نحكي بقى بالأسوأ شوي منه اللي هو مرض الربو التحسسي. الربو التحسسي صرنا تجاوزنا منطقه الانف ونزلنا على الشعب الهوائيه، طبعا مثل ما حضراتكم بتعرفوا انه هو مرض بيصير فيه تشنج بطرق التنفس، الطرق الهوائيه اذا صح التعبير بتصير حساسه اكثر من الاشخاص الغير مصابين،
لبعض المواد اللي بشكل عادي يفترض انه اذا واحد ما عنده المرض ما يصير ما يتحسس منها. فهن في مجموعه من المواد اذا تعرضوا لها قد تكون غبار طلع، قد تكون روائح، قد اي شيء معين بيشغلون عم يتعرضوا لشيء معين، فهذا الشيء عم يعمل لهم اعراض التشنج القصبي والسعال. كمان من المفترض انه نوبه الربو الحاده بالنسبه لي ما تعمل اعراض الوهن العام والحراره الا اذا ترافقت مع انتان تنفسي. نعم. هلا احيانا ممكن كمان من الناحيه الثانيه انه هل ممكن يتشارك انتان تنفسي مع نوبه الربو؟ هذا الشيء كمان وارد. لذلك نحن شو بقى واجبنا مع مريض الربو؟ مريض الربو تبعنا بيعرف حاله، انه انا شخص بالنسبه لي انا شخص مشخص عندي مرض الربو، انا دائما بشهر اذار او نيسان بتظهر عندي اعراض. فهو عنده كل الاشخاص عندهم نوعيه من الادويه بيستخدموها بشكل دائم، وهن النوعيه من البخاخات عاده. علاج الربو بشكل اساسي بخاخات، وعم يكون العلاج عن طريق نوعين من البخاخات، اما بخاخات بتحتوي على الكورتيزون الانشاقي، وفي عندنا بخاخات موسعه للقصبات. هلا مريض الربو بشكل عام دائما وقت بيتعرض لمؤرج فهو معتاد انه يستخدم بعض البخاخات يلي بتريحه عند الضروره، اذا تعرض لمؤرج لرائحه معينه متعود انه يستخدمها بيرتاح. نحن الاشخاص اللي بيتعرضوا لنوبه الربو او تعرضوا فممكن نحن مبدئيا ننصحهم انه يتواصلوا معنا بالمرحله الاولى قبل ما يراجعوا العيادات، لانه كمان هلا نحن مريض الربو بالنسبه لنا اذا ما في كثير ضروره، اذا عنده عرض بسيط كثير وما بيتطلب قدوم على العيادات او على المشافي، فنحن نتمنى انه يصير هذا الشيء عن طريق تواصل هاتفي. نعم. وهلا يمكن صار بالتعاون مع بعض الهيئات مثل وزاره الصحه في حتى ارقام خطوط ساخنه ممكن تسهل هالمهمه على الشخص المريض، انه انت في اعراض في اطباء بترد على الارقام، او حتى في بعض الاطباء يتواصلوا معهم اذا انا العرض تبعي خفيف وانا ادران بالبخاخ الموسع القصبي او برفع جرعه البخاخ الكورتيزوني اللي هو عندي اني اتحسن وخلال 24 48 ساعه تجاوزت الاعراض، فهذا الشيء بالنسبه لي. اما اذا لقيت في اعراض بالنسبه لي غير مفسره، يعني المريض قال لي انه لا انا عندي ضيق تنفس اكثر من المطلوب، اذا في عندي حراره، في عندي تعب بجسم، لا هذا المريض نحن بنفضل انه يراجع مركز للرعايه الصحيه المتوفره بكل المناطق بمنطقه كبيره المشافي، وقابل الطبيب ويفحصه، حتى ممكن حتى نضطر عند هذول بعض المرضى انه نعمل صور نعمل صورة صدر أو حتى إجراءات تانية موجهة. نعم. دكتور بدنا نحكي بموضوع الكورونا، يمكن في كثير من الأشخاص عندهم عارض معين ولكن ما هو قوي، ومثل ما ذكرنا في أمراض كثير رح تتشابه مع الكورونا، ولكن عم بيخافوا، عم بفضلوا ما يروحوا لأي مكان، ما يروحوا للمراكز المختصة. قديش هذا الموضوع خطير، وشو العارض بما يخص الكورونا؟ العارض اللي بيكون هو مفصلي أنه لازم أنت ما تكون بالبيت، لازم تتصل مع الجهات المعنية أو المراكز الطبية لحتى تقدم لك المساعدة المطلوبة. هلا نحن ببساطة شديدة يعني إذا نرجع لقواعد الصحة العامة البسيطة، أي شخص عنده إنتان تنفسي بغض النظر هو كورونا أو حتى ما كان كورونا وقاعد ببيته، فهذا الشخص من المفترض إنه ما يقرب على اللي قاعدين معه بالبيت. يعني هذا الشيء حتى ما بس بالكورونا موجود، هذا الشيء موجود من زمان، بس هلا الكورونا رجعت شوي عملت فعلت قواعد الصحة اللي كنا كلاتنا بنعرفها. هلا هذا الشخص اللي هو مصاب يعني عنده أعراض بالجهاز التنفسي، إذا أعراضه خفيفة جدا يعني عنده وجع بالعم خفيف خلينا نقول حرارة خفيفة، هذا ممكن الشخص ممكن يدن ببيته يا يتواصل هاتفيا مع طبيب، أو أنه ممكن حتى يعني بهالفترة هي يراقب حاله من البيت أنه ما يتطور عنده العرض المفصلي. العرض المفصلي بالنسبة لنا بصراحة هو ضيق التنفس. يعني إحنا مجرد نحن يعني نحن إذا بدنا نفصل الجهاز التنفسي للعلوي والسفلي، فنحن دائما عندنا الحنجرة هي المنطقة الفاصلة بين الجهاز العلوي والجهاز السفلي. نحن مجرد صار عندنا أعراض بالجهاز التنفسي السفلي نحن بيكون عمليا الخطوط المناعية الأولى اللي هي بالأنف والبلعوم تجاوزناها، فصرنا بالجهاز التنفسي السفلي. هون عمليا هذا هون بقى مناعة الجسم بتلعب دور، فنحن مجرد وصل المرض على الجهاز التنفسي السفلي صار عندي عرض اسمه ضيق التنفس. هذا المريض يمكن يعبر لي عنه بالبيت بطريقته الخاصه، ممكن يقول لي انه انا وقت عم بتحرك ضمن البيت عم بشعر بتعب، هذا التعب ما كنت اشعر فيه، عم بشعر حالي انا بالعاده كنت مثلا امشي 500 متر هلا عم بمشي 50 متر عم بشعر بتعب. هذا العرض بالنسبه لي عرض مفصلي، ولازم فورا هذا الشخص
يراجع المركز رعاية صحية ويتم إجراء صورة الصدر له. وفي إجراء طبعا بعض الأشخاص متوفر عندهم بعض الأشخاص غير متوفر عندهم اللي هو قياس الأكسجة الدم. نحن هذا كمان الشيء إذا كان متوفر أو بمراكز الصحية إنه نحن نقيس مقياس الأكسجين بالدم. هذا عبارة عن مقياس إصبعي بيحطه المريض بالمركز أو ببيته إذا كان متوفر عنده. عم نحكي على مرضى بجوز يكون عندهم ربو وسي أو بي دي، هدول في كثير أشخاص عندهم هذا الجهاز. إذا انخفضت الأكسجة بالدم فهذا كمان بالنسبة لي معيار ليس معيار جيد، وهدول كمان لازم يراجعوا العيادات الصحية. نعم دكتور، من أهم الأسئلة اللي نحن دائما بنصر إنه نعرف جوابها اليوم، كيف الشخص وكيف كلياتنا بنقدر يكون ناخذ إجراءات وقائية؟ كيف نقدر نحمي حالنا؟ يمكن هي خطوط بسيطة إذا التزمنا فيها فنحن بنحمي حالنا وبنحمي كل الناس اللي حوالينا. هلا انا يعني بذكر بقاعده صحيه يمكن علموناها من نحن وصغار، هي درهم وقايه خير من قنطار علاج. فنحن مع الاسف بهذا المرض ما عندنا لا قنطار ولا عندنا علاج، فلذلك نحن تركيزنا حيكون على الشق الاول اللي هو درهم وقايه. فنحن فعلا هلا بنشوف يعني المحور اللي بنشتغل عليه بهذا المرض ليس انه نحن شو العلاج اللي طلع امبارح، شو العلاج اللي طلع اول امبارح، يعني نحن الهدف تبعنا بهي المرحله قبل ما ينتشر المرض انه نحن نعرف انه نحن نعمل الوقايه الخاصه. هلا الوقايه الخاصه يمكن كمان كل العالم صار عندهم معرفه كثير جيده فيها. هلا اذا الشخص ما في ضروره كثير يطلع من البيت لسبب كثير ضروري، لسبب هام بده يجيب غرض، عنده امر طارئ، انا بفضل انه هذا الشخص حتى بالفترات المسموح فيها انه يتم قاعد ببيته بصراحه، لانه اي تعرض خارجي بمكان بجوز ما ينتبه له ممكن انه يعرضنا للخطر. هلا اذا لمس اي شيء برا، هي في عندنا القواعد انه تغسيل اليدين. تغسيل اليدين كمان في له الطريقه الخاصه، انه نحن اذا كنا عم نغسل ايدينا يعني ما هو الغسل التغسيل اليدين سريع بالماء والصابون ولمده 40 ثانيه. في عنا ممكن نستخدم اذا ما كان في ماء وصابون متوفر جنب مني، يمكن استخدم المحاليل الكحوليه المتوفره بنسبه 70% او اعلى. هلا المقياس الاهم اللي هلا نحن بنشتغل عليه شيء اسمه السوشيال ديستانسينج، انه نعمل شيء اسمه التباعد الاجتماعي، طبعا بمعنى الجسدي طبعا، وما له بالمعنى الحرفي انه ما يعني فينا نحكي نتواصل بمجموعه من وسائل التواصل، بس ما يكون عندنا التلاصق. يعني واحد مو ضروري كل يوم يشوف رفقاته، ضروري كل يوم يعني يتباعد. في مجموعه توصيات هامه لحتى تقويه مناعه الجسم. انا في نصيحه كثير بحسها مهمه، في عدادات بتطلع كل يوم للامراض، انه هون هيك صار، وفي اقنيه وفي محطات تواصل بتحط انه هاي البلد هيك صار فيها. يمكن متابعه هذا الشيء لشخص ما هو مختص بالمجال الطبي ما انا كثير مفيده، ويمكن بالعكس حتى بتزيد من الستريس تبع الجسم. ويمكن ونحن دائما الستريس هو احد العوامل اللي بتخفض مناعه الجسم. الستريس بيخلي في هرمونات تنفرز بالجسم على راسها الكورتيزول والادرينالين، وهي الهرمونات عاده من الهرمونات المضعفه لمناعه الجسم. فانه يكون الشخص بحاله يخرج من الستريس تبعه، هدول الشغلات من العوامل بتعمل ستريس. الرياضه اللي ممكن يمارسها احيانا ضمن بيته او حتى بضمن اذا في عنده مكان بيسمح له يعمل رياضه في بمنطقه بحديقه جنب بيته، بس ما يتعرض فيه كمان لاشخاص، بمده 20 دقيقه كل يوم يمشي. بعض تمارين الاسترخاء ممكن تساعدنا، نوم جيد كمان بيكون عم ينام، الاكل المعتدل ما بدنا نضل ناكل الاكل المعتدل. انا كمان في عندي وجهه نظر بالاكل والسبلمنتس اللي عم تصير، انه نحن كمان ما بالضروره هلا الواحد بيقول والله قالوا لي فيتامين دي، قالوا لي زنك، قالوا لي انه في كل يوم الصبح ياخذ 5 حبوب من حبوب الفيتامينات، كمان ما له هذا الشيء ضروري. نحن بس فقط بنركز على شغله واحده، حميه متوازنه. حميه متوازنه ما بالضروري ان انا اروح على خبير بالتغذيه يقول لي شو الحميه المتوازنه، اكل بروتين، اكل خضره، اكل فواكه، إذا بحسن أتعرض لشوية شمس، ريلاكس قدر المستطاع يعني. وبنفس الوقت يعني أنا عم أقول الريلاكس وراحة نفسية، بس كمان أنا بتمنى أنه ناخذ الأمر كمان بجدية بنفس الوقت. يعني الريلاكس يعني هي المعادلة اللي أنا بتمنى أنه نحسن يعني كل العالم تحققها، أنه نحن ما نخاف كثير، بس كمان ما نكون نحن انه نتيجه عدم خوفنا انه نروح نتعرض ولا وما في شيء. خلينا نعمل نسميه الحذر هلا بهالفتره، وخاصه خلال هالاسبوع والاسبوعين القادمين. يعني بتصور هذا كل شيء يمكن نعمله كأساليب وقاية بالمرحلة الجاية. نعم. بتمنى لهم للجميع الصحة. شكرا، شكرا كثير لك دكتور. مثل ما بنقول دائما عبر التوعية وعبر الإجراءات الحكومية، يمكن بيضل الواجب المواطن واجب كل شخص سوري اليوم انه يمكن يحاول قدر الإمكان يتبع هي النصائح وياخذ الموضوع بجدية كاملة. شكرا لك دكتور على المعلومات. شكرا لكم يا أستاذ صباح. شكرا لك دكتور.